أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وهو خير الحاكمين.